حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أيادي بيضاء، والذي نلتقي فيه مع ثلة من شباب الكويت وعطاءاتهم المتنوعة والمتعددة في المجال التطوعي والمجال الخدمي في مجتمعنا الحبيب الكويت. اليوم عندنا فريق جميل له أدوات متعددة اسمها بصمة الخير، وهذه البصمة موجودة في كل مكان. راح تعرف على هذه البصمات الخيرية الجميلة مع ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ جمال شريفي. حياك الله وسعيد بتقابلك. شكرا دكتور، الله يحفظك. بصمة الخير اسم جميل حقا، عجبني. منين جت هذه التسمية وأهداف الفريق؟ والله دكتور الفكرة يعني ترجع حق سنوات عدة، نعم، من 2014 تقريبا. كان زوجتي في الجامعة وكان في فريق تطوعي صغير، حاولت تشكل فيه يعني مساعدة. بداية كانت مساعدة لأفراد يعني داخل الحرم الجامعي، فتطورت الفكرة بعد تخرجها. فقالت ايش رأيك تدش معاي يعني تكون نكون فريق نواة فريق حقيقية. نعم. قلت لها ما عندي مشكلة. فتطورنا الحمد لله رب العالمين، واليوم احنا تقريبا 50 عضو موجود في بصمة خير، فريق بصمة خير التطوعي. نعم. وطبعا لنا مجالات يعني حلوة في خدمة المجتمع الكويتي. طبعا عندو بدايتكم كانت الجامعة. نعم، بس هي كانت اللي موجودة، مو أنا للأمانة. هي اشتغلت داخل الجامعة. نعم. في الفريق خدمات داخل الجامعة. نعم. وبعدين اتسع الفريق. خدمات كانت خدمات العاملين، يعني كانت يعني مساعدة الطلبة بينهم اللي محتاج، يعني في بعض نقول يعني بعض الرسوم اللي تندفع كانت ممكن كانوا يساهمون فيها الفريق. جميل. زين، يعني للأمانة كانت يعني خطوة تشجيعية حلوة بالنسبة لها. حلو. وأنا كنت أشجعها. ممتاز. للأمانة يعني. حلو. وكله مجهود ذاتي طبعاً دكتور، أنت عارف اللي حابب الخير يبدي من البداية في مجهود ذاتي. صح، يعني معناته الدعم كان منها شخصية والفريق. نعم. اللي معها. نعم نعم. ممتاز. نعم. وبعد ذلك لما تخرجت اتفقتوا على أن هذا الفريق يبقى فريق رسمي ولدور في المجتمع. نعم، كانت نواته من الأسرة. أيوة. بين أنا وعيالي وهي طبعاً. هالبداية. بالبداية. حلو. طبعاً تدري كل واحد له ظرف الجامعة يختلف عن ظرفه خارج الجامعة كطالب غير برا الجامعة يعني. صحيح. فحاولنا نكون يعني محيط الأسرة بيني وبين زوجتي وعيالي، ويعني أصغر واحد من عيالي وموجود معانا الحين بأثناء التصوير، يعني هم كان يشارك، يعني حتى في رمضان اللي فات كان يوزع وجبات، يقول لي لا انا مصر اني اسوي انا شيء من فلوسي الخاصه، ما بيدعمكم انت وخلوني انا بروحي. اي نعم. وكان يتكفل كل شيء للامانه. أي نعم. حتى يعني يحط الوجبات ومش عارف ايه ويحب يوزع بيده. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين غرسنا الشيء هذا في اسرتنا، وشيء طبيعي لما تغرسه في اسرتك تحاول توصله حق الناس في اي طريقه طيبه. صحيح. نعم. هذا بلا شك طبعا يعطي دافعية للشباب والأبناء. نعم. بأن الجانب التطوعي. نعم. يكون في جانب تربوي. نعم. من مصير ويخرج في مغرس، وبالتالي يكون في الأثر إيجابي أكثر في المستقبل. نعم بلا شك. طيب لما خلينا نقول هذا العمل كبار وبدأت الأسرة تشتغل. نعم. ما هي المجالات اللي شفتها؟ والله دكتور احنا طبعا في بالنسبة لنا المجالات الفريق كانت يعني دائما تكون مشاركات مع فرق ثانية. نعم. طبعا صار في مشاركات فريق حملة سلم وابتسم اللي في المستشفيات الكويتية جميعا، يعني بدون استثناء اي مستشفى. نعم. كنا نروح حق المرضى، ويعني ابتسامتك انت حق المريض حتى لو وافد او كويتي ما عنده اهل في هني في الكويت، فلما تبتسم في بويها يعني ما ادري انا حسيت فيها من داخلي شعور طيب له ولي. صحيح. اكيد. نعم. اكيد لها أمان. اثر. نعم له اثر كبير. اي نعم. يعني في انا اتذكر من بعض الزيارات كان واحد مسوي عملية ما له احد يعني في الكويت. نعم. فطبعا الجماعة الموجودين معانا او فرقة توعية معانا قدموا له هدية، شيء بسيط رمزي، ما نتكلم يعني لو ان شاء الله على قولتهم لو جلاس ماي، بس هو بابتسامة معطي له اياه. نعم ممتاز. بحب معطي له اياه، هذا شيء طيب يكون. صحيح صحيح. نعم. طيب ناخذ بعض الانجازات والاعمال ايضا. والله طبعا يعني احنا مشاركاتنا طبعا دائما تبرعنا في الدم كفريق، وكان يوم موجود يعني تحت رعايتنا احنا في بنك الدم مع مشاركه مع الفرقه الثانيه. تبرع في الدم كان يوم جميل جدا. كان حتى فريق معنا فريق عماني من سلطنه عمان. حلو. الاخ
احمد الخروصي يعني كان ممتع جدا حتى بطريقه تعامله مع الجمهور الكويتي. اه جميل حلو. اي نعم ممتاز. فحتى دعانا ان نروح لعمان يعني هو متبرع العام في سلطنه عمان. اي نعم يعني شخص شرواكم. لا شواك الطيب الله يرحم والديه. بالاضافه الى طبعا احنا كانت مشاركاتنا حق الايتام ومشاركاتنا حق دور الرعايه السكنيه. شو سووا لهم؟ والله شوف هو إدخال البهجة أولاً وآخراً إدخال البهجة على جميع من يحتاج أنك تبتسم بوجهه. يا سلام جميل حلو حلو يعني. وبالتالي كلهم برامج معينة خاصة فيهم. والله أكيد طبعاً. أيه. طبعاً يعني خلينا نكون أولاد المؤسسة اللي هي دار رعاية دار رعاية والشؤون. تدري يعني الوضع لما تكون أنت مع أسرة جاي لو داش له يحب الجو الأسري. صحيح. فكان يعني لقائنا معهم جدا ممتع. كسرنا الحاجز اللي بينه وبين الشارع. وأتذكر مواقف كثيرة صارت معهم يعني لعبنا معهم جنجفة لعبنا معهم كوت. ما شاء الله. أي يعني الألعاب الشعبية الكويتية. في احتكاك يعني. الاحتكاك. أي جميل. فهم كانوا مبسوطين بالشيء هذا. بالإضافة إلى يوم من الأيام كنا يعني رايحين. أتذكر يوم من الأيام كنا مستشفى التلطيفية. نعم. اللي هو يعني الحالة الميؤوس منها. فالحمد لله على كل حال فنزلنا يعني سوينا احتفالية كانت موجودة. حلو. وطبعا يوم نزل في بعض المرضى ما يقدرون ينزلون وفي بعض المرضى نزلوا يعني سواء على ويل شير ولا على السرير. فعقب ما خلص الاحتفال يعني احنا كنا نمشي خلاص ولا في صغار يا هال يعني ممكن انتوا تطلعون معانا حق يدتي او يدي فوق. احنا استغربنا الموقف يعني انت يا يعني صغير بالسن شو اللي عرفك ان احنا بندخل بهجه او انت الشيء هذا يدخل بهجه على يدك او يدتك. نعم. فطلعنا معهم كان يعني يوم والله ما ينسي يعني على قولتهم يعني ردوني حق ذاكرتي حق والدتي يعني الله يرحمها كانت الله نفس يحمل. الموضوع نعم. فقل شوف البهجه اللي احنا قاعد ندخل على الناس هذه يمكن تخفف عليهم. اكيد بلا شك. نعم. هذه حقا بادره. نعم. رائعه جدا. نعم. نعم. منكم انكم. نعم. يعني تغسون. نعم. البسمة والسعادة. نعم. في نفوس وقلوب هؤلاء الناس. نعم. نعم. أيضا هناك في مجالات أخرى وإنجازات أخرى قمتم فيها. والله بالنسبة حق الشغلات الخاصة اللي هي بعيدة عن يعني الفرق. نعم. التطوعية فريقنا. نعم. خاص يعني يمكن أنا وزوجتي السيدة هدى فاروق أم ناصر كنا نروح بعض الأسر المتعففة اللي ما تحتاج يعني لا بهرجة إعلامية ولا يعني على قولتهم ان نظهر في صوره انه شو احنا ما نبي شو. نعم. بيننا وبين رب العالمين شيء اللي يكون ساتر انت بينك الوحيد اللي يدري فيك رب العالمين شيء طيب يكون اكيد ومنك له تعطي له او منك تجبر بخاطره. يا سلام. هذا شيء يعني تعلمنا للامانه. انا اقول كلمه حق يعني احنا متعلمينها من زمان بس زاد علمي فيه مع زوجتي للامانه. يا سلام. يا سلام. للامانه يعني. هاي لمسه وفاء طيبه حقيقه منك باتجاه زوجتك في انك تعيد لها كل شيء يعني. والله للامانه هي ما قصرت معاي. عشره عمر انا وياها تقريبا 30 سنه الحين انا وياها. ما شاء الله الله يتمم عليك. امين يا رب العالمين. ويعني حسيت شيء يعني حتى هي مرتاحه وانا مرتاح لما نخلص انجاز شيء مشروع طيب او نرسم بسمه حق واحد حتى لو يعني هو مو محتاجنا. نعم. وغالبيه اللي نروح لهم والله العظيم يشهد الله انه مو محتاجين. بلد الخير مو مقصر وياه. مو مقصر. مو مقصر. وكافي ان امير الانسانيه موجود حتى في روحنا احنا. نعم موجوده. نعم. فانت اي نشاط تسوي يعني سمو الامير حفظ الله موجود معاك. صحيح صحيح. طيب انتم ما شاء الله 50 واحد. نعم. كلكم شباب صغار. والله يعني الامانه لا في اعمار متفاوته يعني يبدي من يوسف ولدي الاصغر واحد تقريبا وفي اصغر منه والله يشاركونا ما شاء الله. في يعني شباب بنات من جميع الجنسيات. احنا باب التطوع عندنا مفتوح لجميع الجنسيات مو شرط انه يكون كويتي. العمل الانساني ما يحتاج يحتاج قلب طيب. بالضبط بالضبط. اذا نعم. انتم تستوعبون المزيد من المتطوعين. نعم ما عندي بلا شك انا عندي استعداد ليوصل 1000 متطوع ما عندنا مشكله. يا سلام عليك. طيب تجربتك الماضيه مع الشباب الكويتي في العمل التطوعي كيف تصف الشباب الكويتي؟ والله شوف للامانه الشباب الكويتي في خير وبس احنا نحاول نغرس هالشيء هذا فيهم يعني على على مر السنين اللي فاتت. في ناس طيبه وايد شباب طيب وايد وفيه
يعني نقول يبي لهم دافع، يبي لهم تحفزهم. نعم. مو مادي، أنا ما قاعد أقول مادي، أنا أتكلم يعني لو أنت تحفزهم في أخلاقك أنت طيبة تعكس عليهم، أو أخلاق أهاليهم الطيبة تعكس عليهم، أو يعني حتى لو في المدرسة. نعم. مو شرط يعني أنك الطالب يعني لا تحشي مخه على قولتهم كلها معلومات، عطى جزء بسيط حق العمل الإنساني. بالضبط. يعني وهذا إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم. يعني اللي متفق فيه إحنا مع الأعضاء الفريق، أو حتى أنا إن شاء الله إذا صار في مجال مع أعضاء فرق ثانية إنه يعني نناقش عمل تطوعي في المدارس، توعية الطلبة، طلبة المدارس محتاجين توعية طلب يعني كبيرة. صحيح. يعني أنا ما يعني الله يجزاهم خير وزارة التربية، بس هم لهم عاتق التعليم وهم التربية، بس التربية تيجي من البيت وهم تيجي من الشارع، وبس ما مو مشكلة إذا أعطيته أنا شغلة بسيطة من داخل دافع له، أقول له هذا العمل الخيري وهذا عمل ترى مو زين شر يعني، وأخر عنه العمل الخير يجيب حتى صلاح حق النفس. أكيد. الراحة النفسية. أنا قاعد أشوفها فيك. الله يرحم والديك. إيه والله يعني ما شاء الله عليك، تقول والله أنا أساعد وأستانس. طبعًا أكيد دكتور. يعني من داخلي. والله أكيد. مع إنك ممكن تعبت ورحت وفيها جهد، بس استانست على ابتسام لياتك. والله يا دكتور طبعًا يعني شوف أنا يعني حتى كبار السن سنة من السنوات كنا موجودين، فطبعًا أنا ما يعني الوقت ما سعفنا يعني نقعد معاهم فترة أطول، بس حسيت خلال ساعتين قعدنا معاهم إنهم يعني العاطفة محتاجينها وإحنا محتاجين عاطفة منهم. أنا فاقد يعني مثلًا فاقد عاطفة الأب أو الأم، لقيتها موجودة عندهم. يا سلام. وهم نفس الشيء يمكن فاقدين عاطفة الأبناء لقوها عندنا. يا سلام. شاركناهم فرحتهم، طبعًا دائمًا يكونون مشاركينا في أعياد الوطنية، ويعني أحلى صراحة أحلى وقت تستمتع فيه بالأعمال الخيرية في شهر فبراير ومع احتفالاتنا بالأعياد الوطنية. فرصة فعلًا. والجو حلو. والجو حلو. نعم. حقا أستاذ جمال أنا سعيد جدا بالتقاء معك. الله يحفظك. والوقت ضايقنا، لكن إن شاء الله يكون في فترات قادمة. الله يحفظك. نبغز أعمالكم بشكل أكثر. الله يجزاك خير وما قصد كلمة خير، أنا شاكر لك. الله يبارك فيك. وجزاك الله ألف خير على هاللقاء الطيب. واجبنا. وإن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا العمل الخير مستمر طالما صاحب السمو موجود. بإذن الله. والخير بهالبلد هذا موجود. راح يستمر العطاء ليوم الدين إن شاء الله. بإذن الله تعالى. إن شاء الله. شاكرين لك، تحياتنا لك وللأسرة الكريمة. الله يحفظك. اللي قاموا بهالدور وذات زوجتك. الله يحفظك. حياك الله. شكرا دكتور. أعزائي المشاهدين، سعدنا اليوم فعلا في بصمة جميلة جدا في المجتمع الكويتي، عندما تذهب وتترك هذه البصمات في قلوب الآخرين يكون فيها ابتسامة وسعادة، هو هذا قمة النجاح. هو رجع لبيته مستانس، فهو زرع ابتسامة وفي قلبه ابتسامة. إن شاء الله يكون لنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم عيادة بيضاء، وشكر موصول لصاحب ديوان العام عبد العزيز غنام. مع السلامة.